بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمود حلمي. فيديو جديد نتكلم فيه عن التحليل التقني للأزواج الرئاسية بداية من يوم 8 ديسمبر 2014 إلى يوم 12 ديسمبر. هنبدأ بزوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي. طبعا كنا أشرنا الأسبوع الماضي إلى توقعات باستمرار الاتجاه الصاعد للدولار الأمريكي مقابل العملات. كنا توقعنا وصول اليورو إلى مستويات 1.2280 إلى مستويات 1.2240، وقلنا ان هي مستويات مستهدفه على المدى الاسبوع الماضي يعني. طيب لو جينا بصينا على تحليلنا الحالي هنجد ايضا ان اليورو مازال بيصير في وتد وفي ترند هابط زي ما احنا شايفين، وتم كسر دعم قوي لمستويات 1.2360. طبعا المنطقه دي كان ارتدى اليورو منها مرتين زي ما احنا شايفين، ولكن تم كسر وتحول الى مقاومه. بالتالي ما زلنا حتى الآن يعني سلبية لليورو، أو نظرتنا سلبية لليورو مقابل الدولار الأمريكي، ومستويات 1.2240 ما زالت مستهدفة. توقع بعدها تصحيح لمرة أخرى لإعادة اختبار الترند الهابط ثم الهبوط إلى مستويات 1.2150. ولكن لو شفنا اختراق للترند الهابط وتداول أعلى مستويات 1.2360، أعتقد نبدأ فيه تصحيح لكامل الموجة الهابطة من مستويات 1.24، ويكون أول مستهدفاتنا هي مستويات 1.25 تقريبا، أو مستويات 1.26. بشكل عام السيناريو أو مازال هابط اليورو، مازال هابط، السلبية مازالت قائمة على اليورو. نتوقع مستويات 1.2150، ممكن نشوف مستويات 1.20، ولكن هنشهد قريبا تصحيح لكامل الموجة الهابطة من مستويات 1.40. نتوقع يبدأ تصحيح بعد الكسر الترند الهابط وإغلاق أعلى اللي هو الدعم أو المقاومة 1.2360. بالنسبة للإسترليني مقابل الدولار الأمريكي، لو جينا بصينا على فريم الويكلي، لو جينا أخدنا فيبوناتشي مثلا من اللوم اللي هو كان مسجل بمستويات 1.4812 أو 48.10 تقريبا إلى مستويات 1.7190، هنجد إن الإسترليني كان أغلق أسفل مستويات 61 فيبوناتشي والمتمثلة في منطقة 1.5720. طبعا 1.5720 كانت ليها دور مهم جدا خلال الأسبوع الماضي والأسبوع قبل الماضي أيضا. كنا أشرنا إن هي مستويات مهمة جدا، وبالفعل هي مستويات غاية في الأهمية. على مدار 3 أسابيع الاسترليني حاول إن هو يغلق أسبوع أعلى منها، ولكن كانت جميع الإغلاقات أسفل تلك المستويات. الأسبوع الماضي ومع خبر الدولار الأمريكي على اللي هو نون فارم، وكان سجل الاقتصاد الأمريكي حوالي 321,000 وظيفة وكان فوق التوقعات، هبط الاسترليني بالإضافة لهبوط اليورو أو صعود الدولار بشكل عام مقابل العملات، كسر مستويات 1. لو جينا بصينا على فريم الديلي، نشيل الفيبوناتشي ونخلي الفيبوناتشي عشان نحتاجه دلوقتي، هنجد مثلا ان هو كان كسر مستويات 1.5620، وكنا اشرنا ليها الاسبوع الماضي ايضا في الفيديو السابق. كنا اشرنا الى مستويين مهمين جدا، وهي مستويات 1.5620 ومستويات 1.5820. كنا قلنا ان كسر مستويات 1.5620 مزيد من الهبوط، وكسر مستويات 1.5820 استمرار التصحيح الصاعد، ولكن توقع نظرة سلبية. توقع تصحيح لمستويات 1.56 تقريبا أو مستويات 1.5620، ثم استمرار الهبوط إلى منطقة 1.5470 ومستويات 1.5370. طبعا 1.5370 دي بتمثل مستويات 76 فيبوناتشي، المستويات التالية بعد مستويات 61 فيبوناتشي، وبالتالي ما زالت نظرة سلبية مثل ومثل اليورو. طيب لو جينا بصينا على الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي، الدولار الأسترالي كنا ده طبعا كان تحليل الأسبوع الماضي ما كنا غيرنا فيه، لأنه احنا ما زلنا نتوقع مزيد من الهبوط. خلينا نشيل. كنا قلنا ان مستويات الفصل اللي هي مستويات فاصلة 86 50 قلنا مستويات مهمة جدا، ان اي كسر ليها
كان هو كسرها الاسبوع الماضي، كان قلنا اي كسر ليها هيكون في استمرار الهبوط، وبالتالي هو الاسبوع الماضي كان كسرها وكان اغلق اسفل منها كمان زي ما احنا شايفين اغلاق شمعة كاملة اسفل تلك المستويات، وبالتالي توقعنا مزيد من الهبوط. الاسبوع الماضي شهدنا ليه استمرار الهبوط مرة اخرى، وما زلنا نستهدف مستويات الفصل 80 او مستويات الفصل 80 50، مستويات قريبة جدا منها. طبعا يعني انا انصح الناس ان تبتعد عن بيع الاسترالي الان، لانه في منطقة قوية جدا ممكن نشوف، يعني زي ما احنا شايفين اهو، يعني ممكن نشوف ارتداد قوي جدا من المستويات ديت، خاصة ان اليورو والاسترليني قريبين برضك من مستويات قوية جدا، قد يبدأوا مثلا في تصحيح، وبالتالي أتوقع ان الاسترالي ايضا يبدأ في تصحيح او للهبوط الاخير، وبالتالي انا انصح الناس ان هي تبتعد تماما عن بيع الاسترالي، او ان هي يعني تبتعد تماما الفترة الحالية عن التداولات حتى نهاية الشهر الحالي. طيب لو جينا بصينا عن زوج تاني أو زوج مهم جدا، هو زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي. الأسبوع الحالي عندنا موعد مهم جدا مع في البنك المركزي أو رئيس البنك المركزي النيوزيلندي، هيكون في تصريح ليه أو في مؤتمر ليه بالإضافة إلى معدلات الفائدة للدولار النيوزيلندي. طبعا كنا قلنا يعني كان في يعني احتمال لتكون نموذج رأس وكتفين وبداية انعكاس للاتجاه الهابط، ولكن اعتقد ان هو هيتم كسر القاع دوت وهينتهي نموذج رأس والكتفين، وبالتالي مستويات الفاصلة 76 60 مستويات هتكون اعتقد هيتم كسرها، ويتم الاغلاق اسفل منها، وهنستهدف مستويات الفاصلة 74 على اقل تقدير، خاصة إن رئيس البنك المركزي النيوزيلندي كان أشار في آخر تصريح ليه إن هما بيستهدفوا مستويات الفصل 65، ولكن ده ما يمنعش إن احنا نشوف اتجاه هابط بالمنظر دوت ثم صعود قبل أي هبوط مرة أخرى، ولكن هنشوف الأسبوع الحالي هيكون أسبوع مهم جدا للدولار النيوزيلندي. توقعات ما زالت سلبية على الدولار النيوزيلندي. لو جينا بصينا على زوج مهم جدا، زوج الدولار مقابل الين الياباني. طبعا الدولار مقابل الين الياباني كان لينا شرط عليه هنا على فريم ال4 ساعات على ما اتذكر، تمام كنا قلنا ان هو هيتم، كان تقريبا في مستوى ده قلنا ان هو هيتم فيه صعود، وتوقعنا الصعود الى مستويات 1.1950 الى مستويات 1.20، ولكن كنا قلنا ان هو ممكن يصحح لان هو يعيد اختبار ترند الهابط اللي تم كسره ده ثم صعود الى مستويات 1.1950 او مستويات 120، وبالتالي الاتجاه مازال صاعد على الدولار مقابل الين. حتى الان اتوقع مزيد من الصعود الى مستويات 1.23، المستويات 123 اسف، اتوقع صعود ليها، ولكن مفيش اتجاه يفضل صاعد على طول، لازم هنشهد اي تصحيح للدولار مقابل الين الياباني، واتوقع برضك التصحيح دوت هيكون مع بداية تصحيح لليورو والاسترليني والاسترالي والنيوزيلندي، وبالتالي يعني رجاء من الناس ان هي تبتعد تماما عن تداول الفترة الحالية، فترة نهاية شهر ديسمبر هيكون في تذبذب قوي جدا في السوق. طيب لو جينا بصينا على اخر لا مش هيكون اخر السوق، ولكن نبص على الدولار الكندي. يمكن الدولار الكندي هو الزوج الوحيد اللي كان خلف معانا الفترة أو التحليل الماضي، كنا قلنا إن هو هنشهد مزيد من الصعود، ولكن إن هو كان فاجئ الناس بهبوط قوي جدا في بداية شهر ديسمبر، كان بداية يوم الاثنين، وكانت الناس بدأت تتوقع إن هو هيبدأ في بداية تصحيح قوي جدا، ولكن كان كنا إحنا مازلنا مصرين على اتجاه الصعد، وتوقعنا مزيد من الصعود، وبالتالي حتى الآن مازلنا في يعني زي ما احنا شايفين في منطقة عرضية، ولكن مستويات 1.145 أو مستويات 1.1450 أو مستويات 1.1350 أي مقارب ب 100 نقطة هو في اتجاه عرضي، وبالتالي أي كسر للاتجاه مثلا لمستويات 1.1450 هنشهد مزيد من الصعود، وأي كسر لمستويات 1.1350 هنشهد مزيد من الهبوط.
ده بالنسبة لي الدولار مقابل الدولار الكندي. طيب في سوق مهم جدا نتكلم عليه، طبعا قليل جدا بالنسبة للتداول عليه، هو اليورو مقابل الفرنك السويسري. سوق مهم ليه هنتكلم عليه الأسبوع دوت ليه؟ أولا لأن في اجتماع للبنك المركزي السويسري، وهيكون اجتماع مهم جدا، خاصة إن اليورو مقابل الفرنك وصل لأدنى مستوياته اللي هي مستويات 1.20 اللي البنك السويسري محددها إن هو ما ينفعش يتجاوز بيها، وبالتالي نتوقع تدخل قريب جدا للبنك المركزي السويسري، ونتوقع استمرار صعود لمستويات 1.21 على أقل تقدير يوصل لها اليورو مقابل الفرنك السويسري. طبعا في حال تدخل المركزي السويسري هيكون بشراء عملات مقابل الفرنك، يعني هيشتري اليورو مقابل الفرنك بشكل كبير جدا، وبالتالي ده ممكن يأثر على زوج اليورو مقابل الدولار، وبالتالي يا ريت الناس تاخد بالها. واعتقد هيكون الاجتماع يوم الخميس فنيا، او يعني لو بدأنا بشكل اساسي او بشكل فني، يعني اي عروق على مستويات 20.45 هنشهد مزيد من الصعود على اقل تقدير لمستويات 1.21، وبالتالي يا ريت برضك زوج مهم جدا هيكون عليه فرصة قوية جدا، خاصة مع فشل او مع كان البنك المركزي السويسري كان في استفتاء الاسبوع الماضي على زيادة احتياطاته من الذهب، ولكن فشل الاستفتاء او نتيجة الاستفتاء كانت سلبية للذهب، وبالتالي كنا نتوقع الاسبوع الحالي يكون في تدخل للبنك المركزي السويسري. بالتالي كنا انهينا شرحنا للازواج الرئيسية، واسف جدا على الاطاله، ولكن هو فيديو مهم جدا لمعظم الازواج. شكرا جزيلا والسلام عليكم.